شاء الله بعد الرياضة بنلعب في البولنج، وإن شاء الله بعد أبيات الخاص 2019 أحن بعد بطولة عالمية، وأنا بطل العالم وعندي في البطولة إن شاء الله، وحنا أعطينا على الفخر إن شاء الله ناخذ الأول من ربح إن شاء الله ناخذ الأول. والله الرياضة هي يعني معروفة أن الرياضة يعني شيء أساسي يعني المحافظ على صحة الإنسان يعني، فأنا أشوفها يعني تدعم الإنسان يعني حتى بعض الأمراض يعني أن تدعمها، بس أنه بدون يعني ما أحد يعني يكتشفها، فأنا اكتشفت الحمد لله، وأنا اللي عندي صرع يعني دخلت الجري وتدربت على أقوى تدريب الحمد لله، ووقف عني يعني صرع الحمد لله. أريد كل واحد يعني يوثق بنفسه، كل ما الواحد يعني وثق بنفسه كل ما كانت إنجازاته أكثر. أنا بلعب السباحة وإن شاء الله باخذ المركز الأول، أنا أمارس السباحة 6-5 مرات وإن شاء الله، وعندي تحبتين، عندي تحبة واحدة وفوقية وإن شاء الله ناخذ المركز الأول مع فريق الأمارات إن شاء الله. عينك على العالم.